مساء الفل والهنا، ازيكم؟ النهارده احنا عندنا حلقتين مختلفتين شويه، فيها شويه مفاجآت، جو جديد كده علينا. ليه عندنا حلقتين مختلفتين شويه؟ علشان احنا لما كنا بنستعرض النوستالجيا بتاعتنا على مدى السنين اللي فاتت، كنا في الثمانينات والتسعينات بنلاحظ فروق، بس فروق قريبة من بعضها، ما فيهاش مفاجآت عنيفة واهتزازات وارتجاجات وانفجارات، لحد ما حصل البوم، الميلينيوم، الألفينتين، سنة 2000 اللي هي بداية الألفية الثالثة. اليوم ده ابتدت حاجات كتيرة جدا تتغير في طبيعة حياتنا كلها، كل حاجة اتغيرت. أول حاجة في الشارع اتغيرت القهوة. القهوة اللي شفناها في كل الأفلام، الناس بتنزل بعد الظهر تقعد على القهوة، تلعب عشر الطاولة، بولة، مش عارف دومينو، مش عارف إيه، ويشربوا شاي وينسون وكراوية وحلبة حصى ويسمعوا الراديو. مواصفات الجامعة دي الناس كانت بتتلم فين على القهوة اتغيرت بعد الألفينتين، الألفينتين، الميلينيوم. حصل دخول اسم جديد اسمه الكافي شوب أو الكافيه. فجأة القهوة بقت كافي شوب أو كافيه، وبالتالي عادات ونسق الحياة في الشارع والتجمعات والاجتماعيات بتاعتنا اتغيرت في الفترة دي جدا. ظهرت السوشيال ميديا، ابتدت تبان نفس الكافي شوب أو الكافيه، مشاربها اتغيرت، أكلها اتغير. اللي كان بيشرب قهوة سادة وقهوة على الريحة وقهوة مانو والحاجات دي، بقى نسكافيه وبقى كابوتشينو وبقت كافيه أمريكانو، وبقت حاجات كتيرة أو أسماء دخلت علينا كتير. نوع الأكل اتغير، نوع اللقاءات بتاعت الأصحاب اتغيرت، مواعيدها اتغيرت. فجأة بقت الناس كلها بتتجمع في الكافي شوب، وبتشوف كمان بدل الراديو شاشة، وعلى الشاشة بتشوف حاجات بتفضل تشتغل طول اليوم اللي هي قنوات المزيكا. فبقى في ثورة كمان في عالم الغنى مختلفة تماما. طبيعة حياتنا من بعد عصر الكافي شوب اتغيرت. قلنا الملف ده جميل، هنمشي فيه بالعرض كده ونشوف معالم زمن الكافي شوب في حياتنا. ايه اللي اتغير من نجوم الفترة دي؟ كلوا ايه؟ شربوا ايه؟ لبسوا ايه؟ يلا بينا نشوف. عقارب الساعة زي عصيان الساحر، كل خطوة بلمسة، وكل لمسة بسحر جديد. سحر زي النار مسك في ديل جلبية الدنيا من ساعة ما بطلنا نكتب 1900 في تاريخ الأيام. سحر يقلب الكرسي الخشب كنبة ملونة، سحر يقلب القهوجي لويتر، والمعلم لمستر، والراديو اللي عرف لشاشة 120 بوصة. سحر يغير المريلة البيضة ليونيفورم، سحر ينزل يافطة قهوة المعلم وينور نيون الكافي شوب، سحر يخلي المطعم يدخل على الكافيه وكل الحاجات تختلف وتدخل جوه بعضيها. مين يقدر يجاري الساحر في سحره، بالذات لو الساحر هو الوقت نفسه؟ من الأصوات الرائعة جدا الحقيقة اللي ظهر في 2003 كان لؤي. لؤي هو ده اللي قاعد ده لؤي. والله العظيم انت كنت حاجة نزلت لك غنوة يا عيني يا ليلي. اه يا عيني يا ليلي، اه يا عيني يا ليلي، يا نهار ابيض، ويتلف وترجع، تلف وترجع وتروح طول ما انت ماشي تسمعها. يعني ضربت ضربة فظيعة. وانت فعلا يا لؤي من ساعة ما ظهرت وصوتك خامة مختلفة وحلوة قوي. الله يخليك يا مدام سعيد، والله العظيم انا مبسوط ان انا مع حضرتك كده واعمل فيها مش عارف اخرستيت بره.
والله العظيم انت طبعا عارف ان انت كنت او يعني لازلت، بس انت وقتها كنت من انت كسول كمان ومزعج يعني. انا هضايقك كمان شوي. ماشي نبقى بعدين. بعد شوي. لما طل بصوته وغنى آه يا عيني يا ليل، حسس كل اللي سمعه إنه جاي من حتة الودن اشتقت لها. آه يا عيني يا ليل، ده اللي قلت عليه حبيب، ولا داب ولا مال ولا ليلة كان قريب. عارف الكلام اللي من القلب للقلب ده قوم يوصل على طول من غير حواجز، أهو في كده في الغنى من القلب للقلب. غنى لا فيه حواجز توقفه ولا فيه موانع تقف قصاده، أهو هو كده بيغني من القلب للقلب. بحبك فيها كل شيء يتقال، بحبك مش عايزة حتى سؤال حبيبي، أجمل ما قلت أنا حبيبي وهقولها ثاني، بحبك فيها كل شيء يتقال، بحبك. ازيك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ 2003 ده كان أول ألبوم ليك. أنا كده اسمه، أنا كده. إيه بقى الواقع بتاعك أنت يعني؟ ما هو أنت أصل الواحد لما بيتشهر فجأة كده والحاجة تنجح قوي وبتاع، بيبقى غير إنه عمال يتعب ويكارك ويستنى. دي بتبقى مرحلة، اللي في الأول دي بتبقى مرحلة الكفاح اسمها. بعد كده بتتوج بقى المرحله دي بنجاح. وكان النجاح في يا عيني يا ليل، ومن ساعتها الحمد لله. انت كنت اساسا في معهد الموسيقى العربيه مش كده؟ انا تربيه موسيقيه. تربيه موسيقيه، وما كنتش مبسوط قوي من حكايه انه العملي اقل من النظري يعني، انك انت العملي مش كده؟ النظري اكتر شويه. العملي كان انا ضايع عمل اصلا، يعني ضايع نظري. انت ضايع نظري، كنت عايز تشتغل فعلا. كان نفسي في العمل يبقى كل الكليه زي ما انا كنت واخد الفكره ان هي عملي. في جيتار بقى وبيانو، ايه الواحد هيتدلع. اول حاجه دخلت لقيت مفيش جيتار يا جماعه اصلا. انت اساسا تلعب جيتار؟ انا نفسي العب، كنت جيتار بقى ورايح بقى لاهل العلم يعني. فرايح اتعلم وبتاع، فاول ما دخلت الكليه لسه قدرات وبتاع. فانت عايز تدخل ايه؟ قلت لهم جيتار. قالوا جيتار؟ لا مفيش جيتار يا حبيبي. ازاي يا جماعه ده احنا كنا تربيه موسيقيه يعني فيها بقى الالات الاجنبيه، ازاي يعني؟ مش مصري يعني؟ مش مصري بس. قالوا لي لا، تاخرك هنا كمانجه، تشيلو، عود كشرقي بقى يعني. هندخل في فروع الشرقي والغربي. فاللي انت طالبه كجيتار غربي بس مش عندنا في الكليه. دي كانت اول صدمه. مع ذلك مش هرجع بقى بيتنا خلاص. بس انت امتحنت قدرات وانت داخل مش كده؟ اللي هي صوت. كنت لسه كنت لسه بقى داخل. انت هتتخصص في ايه؟ نفسك تعمل ايه بقى وتعزف ايه؟ قلت لهم لا خلاص، ما انا كده بقى يبقى فويس تخصص. فدخلت فعلا فويس تخصص، وكان من نصيبي ان انا مع رئيسه القسم دكتور عنايات وصفي. اتبنتني لان ما بتاخدش غير رابعه. انا كنت اعدادي. فشافتك قد كده موهوب. فهي اللي كانت بتمتحن اصلا عشان ينفع ده يدخل قدر يعني. من القدرات ينفع يدخل فويس تخصص ولا لا. فهي من ساعتها انت معايا، انا مش في رابعه يا دكتور. ايوه تمام، انت معايا. ففرحت طبعا جدا جدا. الحمد لله. طب اول البوم جه ازاي بقى؟ اول البوم برضو تربيه موسيقيه. انا كنت ماضي كوكتيل مع رياض الهمشري. رياض الهمشري طبعا الاستاذ رياض ده ملحن غني عن التعريف، والناس تعرفوش ان هو كان اخويا الكبير بجد يعني. فاتصل بيا في يوم قال لي استاذ محسن بيعمل كوكتيل. وانت طبعا استاذ محسن جابر بيعمل كوكتيل عالم الفن ساعتها. وكنا بنعمل كوكتيل لؤي يا اخويا عالم الفن، بقت مزيكا. ده كده احنا اللي حافظينها بعالم الفن طول عمرنا. بعد كده رحت عملت الكوكتيل، والكوكتيل قصدي اقابل استاذ محسن. كنت اول مره بقى اشوف استاذ محسن وبتاع. اتعرفنا على بعض، اهلا وسهلا، طب اتفضل. غنيت. رياض اللي عارف صوتي. طب احنا نعمل للؤي بدل ما كل واحد واحده اغنيه، نعمل للؤي اتنين والباقي ايه؟ فحسيت الحمد لله بالتميز يعني. لغايه ما استلمت تليفون من
دكتور محسن السيد. دكتور محسن السيد هو دلوقتي وكيل كلية تربية موسيقية. الدنيا برضو بتجري. هو طول عمره الله أكبر عليه دكتور مجتهد جدا وزي أخونا الكبير بجد يعني. فعلا تليفون بقول لك إيه، تنتج ألبوم؟ تعمل ألبوم كامل؟ قلت له ده أنا لسه جاي من عنده أستاذ محسن ورياض قال لي تعمل ألبوم. قلت له يلا. من هنا رحنا تعرفنا على المنتج اللي عمل لي يا عيني يا ليل، الأستاذ سامي عادل، وعملنا الألبوم وكانت قرفته غريبة جدا جدا. الحقيقة. طب استنى عشان الناس بس تفتكر معانا، الصغيرين معرفش هيعمل يعني معظم الأجيال يعني ليل بلدنا حاجات كده. لا معظم الأجيال هتفتكر طبعا يا عيني يا ليل دي. يلا نغنيها، تعال يلا بينا. Thank you.
الله، حلو 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 حلو، فظيعة الغنوة. الحمد لله. عملت لك إيه بقى وأنت مشهور قوي فجأة كده؟ عملت لي حالة غريبة ما فهمتهاش في الأول. طبعا أنت أول ما نزلتي ما فيش فرقة. فيش مدير أعمال. لسه كل ده لسه. لسه صغنونة. بالظبط، فاللي أنا مش فاهم أنا هعمل إيه. فلقيت واحد صاحبي موزع وراح مديني نمرة راجل برضو جميل كده ومش معانا دلوقتي سافر. خد يا معلم ده مدير اعمال وادي الفرقه واظبط كل حاجه تمام التمام. ونزلت اشتغل بالفعل، ابتديت الاقي بقى رد الفعل من هنا. ابتديت اشتغل بحفلات بقى وبتاع، ابتديت اشتغل افراح بقى وحفلات على حس يا عيني يا ليل. طبعا على حس يا عيني يا ليل. مش فاهم حاجه. اشتغلت رمضان وبتاع مش فاهم حاجه برضه. وبعد ما خلص رمضان جه العيد وخلصت العيد وكل ده ما شاء الله الحمد لله كان شغل وبتاع. كنت نازل شهر 8. خلصت كل ده وبرضه انا عدت السنه ومش فاهم حاجه. فهمت امتى بقى؟ فهمت في اخر 2003. يا لهوي، استلمت جايزه من مصر ولبنان. على ايه؟ على الالبوم كله؟ ان انا قفلت السنه. ان انا يعني ايه؟ ان انا يا عيني يا ليل هي دي السنه الاغنيه بتاعت السنه. يا سلام. الحمد لله. فمن هنا فهمت. قلت ايه ده؟ تمام. طيب ده انا مشرب. اهلا وسهلا. لكن مفيش حاجه اتغيرت الحمد لله جوايا خالص. خالص. فابتديت بقى تشتغل لانه تمر وتلف الايام. واحنا قاعدين في انتجت انا فيلم واحد من الناس ده. وقاعدين انا والراجل اللي قاعد ورا الكاميرا ده اللي عمال يتكلم في ودني ده اللي اسمه محمد مراد. طب هنعمل ايه؟ قلب عايز اعمل كليب للفيلم حلو قوي بصوت فظيع. فطبعا رحت انت طالع كده اختيار واحد الحقيقه اوحد يعني في الفيلم الحمد ده. الحمد لله. وعملنا واحد من الناس، واللي دعم طبعا الفكره ايمن بهجت قمر هو اللي كاتب الكلام طبعا. انت وقتها كنت ملعلع جدا بس كنت لسه على سيره الالبوم الاولاني. وبتحكي لي انت حاجه بتخص الالبوم الثاني اللي فيه واحد من الناس. ايه بقى اللي حصل؟ اولا الاغنيه دي كان طبعا ايمن ده كلام الناس. شرح الفيلم. لخص الفيلم. في دعايته. بالأغنية دي كلام أيمن، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم. أيوة فكرتني بحكم وأحمد إبراهيم. فالأغنية دخلنا الاستوديو. غنينا الأغنية، هي الله أكبر، هي طالعة كده، هي وان شوت. ساعتها يحيى كمان كنت فاكر له اللي هو وإحنا في الاستوديو ما بعرفش أغني وحد في الاستوديو. يعني اللي هو إيه، أنت مسرح بقى وقاعدة تتفرجي وبتاع. اتفرج على إيه يا عم؟ عايز أغني. فبعد اذنكم يا جماعه ده مهندس صوت. فرح محمد بقى ساعتها اول مره يحضر لي مع اننا اصحاب وكليه وبتاع. فاول مره طبعا يندهش، يعني اللي هو عايز نخرج بره وانا ملحن. خد على اعصابه وبتاع. ده الموقف اللي انا كنت فاكره ليحيى ساعتها. احمد ابراهيم حتى يلا يلا يلا. المهم خلصنا الغنوه وان شوت. دخل كله يسمع بالمنتج بتاعي. تمام. ده كان اخر البوم مع الشركه بتاعتي. اللي هو اللي انتوا هتعملوه بقى بناء على واحد مين هيقدر من اللي هو كان اسمه مين هيقدر اللي نزلت فيه اغنيه واحد من الناس. تمام. ده كان تاني البوم في خمس سنين. بعد انا كده. ما انت من 2003 ل 2007 ما هو المفروض خمس البومات. الناس عارفه طبعا القصه دي وحفظوها. المفروض خمس سنين بخمس البومات اتعمل منهم اتنين بس. فمين هيقدر اللي هو واقعه واحد من الناس دي. خلصنا الاغنيه زي ما قلت لحضرتك وان شوت، خلصت نزلت. جه ينزلها في السوق لوحدها. طب ازاي الفيلم دعايته شغاله؟ الكاست ككل كان بالنسبه لي انا كامل. كريم عبد العزيز انا كممثل اصلا بحبه قوي. انتاج الشركه العربيه. وهي شركه ذات قيمه. محمد مراد كان ليه برضه يد في الاغنيه. فهي يعني ايه عناصرها كلها. لحن، كلمات، توزيع. كلها كان نزل الفيلم ودي كانت اول ساوند تراك ليه. كان واحد من الناس زي كل الناس، ناس عايشه بتجري وشقيانه وهي عايشه وخلاص. كان واحد من زي كل الناس، مستورة مدام بابنا علينا مقفول بالترباس.
نبي وشنا حلو احنا. اه والله العظيم. الفيلم الحمد لله نزل 2006 او 7. بغنيها لدلوقتي في حفلات. لازم تطلب مني في حفلات. طب ما تغنيها بقى، تغنيها لي، سمعها لي. يلا بينا. ده بالنسبه لي انا نوستالجيا رهيبه بقى. ده لازم. يلا ونبدا. يلا بينا. كان واحد من الناس زي كل الناس، ناس عايشة بتجري وشقيانة وهي عايشة وخلاص. كان واحد من الناس زي كل الناس، مستورة مدام بابنا علينا مقفول بالترباب. وشقيانة وهي عايشة